ايوه كده كمان كمان جه كمان ايه الكتاب اقول لك هتعرف ليه علشان حليل فيها بس حنيل حليل فيها يا اخي انا بيعجبني النقد الذاتي ده نعم كم كم في البحر ايه انكتب الله الله هو اللي مسجل الاغنيه دي بقى ايه انكتب لي يا روحي معاك هو مش بيسألها هو بيتساءل الكتاب لما سلمتي عليا وفتح وخدت ايدك في البدايه فبيقول ايه المزيكا الاول عملها الاول تانجو علشان يدي لك الاحساس الاول الرومانتيك انها دي حاجه مشتركه وفي تبادل من الحب فعمل ايقاع التانجو ايه انكتب لي يا روحي معاكي يلي شغلت البال مثلا وي تيرارا 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 ريرا تيرارا ريالي هل بقى اللي انكتب لي تيرارا ريرا لا ولا لا 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 فعلا معنى بشع تمام فبيجي يقول ايه اللي كتب لي يا روحي معاكي ايه اللي كتب يا روحي معاكي ياللي شغلتي البال وياكي لما سلمتي عليا راح مديها ايه ايقاع تاني اللي هو بقى الوحده على الوحده بقى لما سلمتي عليا وخدت ايه سلمتي عليا وخدت ايدك في ايديا الفرح يبان في عينيا سلمتي عليا وخدت ايدك في ايديا نفس النغمه لان دي حاله واحده سلمتي عليا وخدت ايدك الاثنين مع بعض الفرح يبان في عينيا وايه كمان والقلب سلم القلب هنا يعمل عليك سلم حاجه ثانيه ده الكونكلوجن بقى اللي هو ايه اللي حصل النتيجه بتاعته وبعدين جه عند لما اتقابلنا وكان له انا بين المايل والازهار جه ايه بقى عملها لما اتقابلنا ترى وكان مرتبه اعلى وكان له انا ترى بين الخمايل والاغصان الخمايل والاغصان هم خمايل واغصان كتبنا اول حاجه واحده كتبنا اول كلمه في هواك طم طم ما كررهاش في اي حاجه اول كلمه في هواك والطم كتبنا اول كلمه في هواك باب للحيران يطمن حصل ايه فيه؟ وادي الزهور من حواليا شايف جمالها في عيني وادي الحبيب بقى قريب مني راضي عني فشخ فرحان بقى وفرحان كل دول حواليا الحبيب راضي عليا والهيصه دي كلها وبعدين يقول ايه بيقول العناصر دي كلها
تاني يقول لما سلمت عليه. جه في الاخر بقى ايه؟ هنا بقى هيقول ايه؟ قعدنا نحكي عن العشاق. خلي بالك من العجلة اللي عاملها في اللازمة الموسيقية. شوف العجلة هنا عاملها. احنا قلنا لما يكون في كذا كذا عنصر بيقولها بنغمات مختلفة، يا إما سلم نازل يا إما سلم طالع. فبيقول إيه؟ قعدنا نحكي عن العشاق. كم عاشق بقى؟ ترارارا واحد أهو، ترارارا 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 ترارارا، يقعد يحكي أدي الأهم. لا وكأنه بيقول لها ولسه واللي ورا أهو واللي ورا كمان. نحكي بقى بنقول إيه؟ قعدنا نحكي عن العشاق اللي انضنوا بنار الأشواق. انضنوا بنار الأشواق. لما طال الكلام بينك وبيني عن الهوى والغرام، راح مديها بقى إيه؟ موال. ولما طال الكلام بعدين بقى فرشنا، قعدنا بقى وفرشنا وقعدين وطال الكلام بقى. وبعدين في الاخر ايوه ما فيش قعدوا بقى على باب الشعريه بقى سيدي الشعراني. فقعدنا بقى نحكي عن العشاق ونديها بقى، ولما طال الكلام بينك وبيني. وبعدين في الاخر يقول ايه؟ لقيت هواكي تران ترارا ملك فؤادي تران ترارا. شوف التطور المشاعر. وبلع عيني تران ترى دليل. في الاخر بقى دليل ودادي. الدليل بقى اللي هم بيدور عليه من ادور على الكلمه دي ايه فين دليل ودادي. الدليل اللي بيدور عليه بقى من اول الاغنيه. وبان في عيني وبان لعيني دليل ودادي دليل ودادي لم ودها بقى. بس ونقسم في الحته بتاعت ايه؟ هو شوف بقى معلش هو ده اللي بيميز عبد الوهاب عن كل الكبار اللي بعد منه. محمد عبد الوهاب ما كانش بيهمه يعني التيمه اذا كانت تنجح ولا ما تنجحش ولا تعلم. اللي انت عمال تتكلم فيه ده يا علاء، اللي انت عمال تتكلم فيه ده هو تصوير معاني الكلام بيطلعها لك في صوره تتفرج عليها تحسها تتفرج على يعني دي مش متوفره عند حد. يا بيه حضرتك ده اسمه مش مجرد ده انه كلمه متلحنه وبيقولها وخلاص. ده اسمه فن المواكبه او المواكبه. الفن ده نشا في القرن ال 19 وتوهج وتقدم جدا وتعمقوا فيه المشايخ. وعلى فكره وكان بيطبق في دور العباده كلها حتى في الكنائس وفي المعابد اليهوديه اصلا. الترانيم وده وده لان زي ما ايات القران فيها روحانيات، زي ما ايات القران البشرى غير الوعيد والقصص وده وكان ولا زال ومش عارف ايه. فكل ده التعبير ده اساس للتعبير الموسيقي. فن المواكبه وليه اصوله وليه قواعد صارمه فيه كمان. يعني في حاجه لما تكون مثلا ما بيقول لك لجن ما نعلى نعلى نعلى، ما ينفعش يقولها العكس. ما ينفعش يقولها العكس لازم طاطن طاطن طاط. ما ينفعش يقولها عشان ما نعلى نعلى نعلى، انت مش بتعلى ده انت بتوطى كده. فطبعا فليها طبعا اساسياتها. زائد ان المشاعر برضه لو متنوعه ولو العناصر متنوعه وهكذا. هو ده اللي يعني ايه بيلقي بصفه الفنان على المبدع. ده اساس التعبير الموسيقي. اساس التعبير يعني هو اللي ما يقدرش يعمل دوت يبقى ملحن. انما في فرق بين ملحن وفرق مبدع. طب لو انا اسالك لعبد الوهاب لا هقول بصراحه طبعا للامانه يعني عبد الوهاب تلامذته كانوا عباقره برضه. الموجي وكان انبنى للمعاه طبعا السنباطي. السنباطي
ماسك نفس البتاع، بس هو كان الصنباطي مكتف نفسه سنه بالاصاله يعني اصيل يعني اصيل مش عايز برضه متاثر بالمشيخيه شويه طبعا ما هي ما هي كلها مشيخيه والكمال الطويل لا ينسى ابدا بلاش العتير طبعا والشيخ زكريا احمد ما ينفعش نا 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 يعني نغفله ابدا لان ده عملاق هذا التعبير حكايه تاني برضه يعني احمد صدقي محمود الشريف محمود الشريف طبعا كل دول احمد صدقي احمد صدقي فكل دول دول بقوا اساتذه هم تلامذته صحيح وهو نفسه تلميذ شيخ ابو العلا محمد الشيخ سلامة حجازي الشيخ سيد درويش الشيخ سيد درويش ده اللي اثر فيه انا مش عارف سيد انا عايشه عشان عايشه استاذ علاء انا عارف قصه عبد الوهاب طبعا جدي الاول تخت عبد الوهاب واخبار حضرتك عبد الوهاب كان في واحد اسمه محمد اسماعيل كان ملحن على قده كده يعني بيقول حاجات دينيه وبتاع ده اللي علمه العود واخبار حضرتك وكان على طول هو بيروح له البيت عنده وهو كفيف مع محمد اسماعيل ده كفيف وكان بيجي عند عمي في البيت على طول يجي عندنا ويشرب القهوه والكلام ده سنين انا كنت حاضره لما انا بدات اتعلم في المعهد واروح المواجهة بالبيت وبتاع والاقيه عندنا بيشرب القهوه بيجي عشان يشرب القهوه ويروح عند مين بقى كان بيروح الاول عند كامل ابراهيم في البيت عارف كامل ابراهيم بتاع القانون اللي هو اشتغل مع عبد الوهاب بعد جدي وعمي اللي علمه عم عبد الرشيد كان صغير كامل ابراهيم مين؟ مات صغير مين؟ كامل كان مات صغير طيب انا فعلم عبد الوهاب العود فين؟ هو ساكن في باب الشعريه ورا المسجد بتاعه سيد الشعراني سيد الشعراني وكان بيعلمه فعبد الوهاب لما نضج وبدا يعني سمع صوته بيقول الاذان مطرح واحد كان ممنوع ان عيل صغير او شاب يطلع يقرا في ناس قدام قاعدين ما ينفعش فكان في واحد اسمه مش عارف الشيخ فتحي حاجه فتحي ابراهيم فتحي او حاجه زي كده الراجل ده توفى فمين اللي يقول يقدر ياذن هم كانوا الاول بيقعدوا يسمعوه بيقول الاذان أذان الفجر بيقول لك كل باب الشعرية صحيت وراحوا عشان يسمعوا الصوت اللي أذن دوت محمد عبد الوهاب ومنها بقى اللي كان بيحكي لنا محمد نرجع للحن ونرجع مرجعنا نرجع للحن بس فني ونسيب سنة الناس ما يعرفوش عنه حاجة محمد سيرته عايز مجلدات والله سيرته عايز مجلدات طب هقسم تقسيمه مظبوطه كده ما احنا في موال في النص لسه الله 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 الله
Yeah.
راضي علي والقلب بيتمني وفرحان عن الهوى عن الهوى عن الهوى.
عين دارين ودارين سلمت عليا وخبتيني في الليل سلمت عليا دورك يا بيه، دورك حاجه، اصل ده سبيشال ريكويست على فكره.